السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ أم ضحى. اليوم عندي لكم ان كيش بالسبانخ و بلادنت. عندي لاباط بريزي طيبتها على درجة 180 عشرة ديال الدقائق. عندي لادنت دي تقريبا ربعة، طحنته مع شوية القزبور معدنوس والثومة، ضفت عليهم بيض بيضة، شوية الجوزة، شوية التحميرة، شوية الملوزية، وشوية سكنجبير. هادو غنطحنهم غنجمعهم عفوا غنجمعهم نخلطهم مجموعين، ونضيف عليهم 100 غرام فرماج محكوك. عندي هنا بصلة، خديت بصلة متوسطة قطعتها قطع صغيرة، خليتها حتى تشحرات مزيان، وضفت عليها ربطة ديال السبانخ، خليتهم حتى طابو مزيان مع شوية الزيت والملح فقط. ضفت عليهم جوج بيضات، هادو غنخلطهم مجموعين وغنخويهم على العجين. بالنسبة للدانت كورتو، درت منهم كويرات، غناخد كل كرة نغرس فيها زيتونة كحلو والميز بهذا الشكل هذا، وناخد كل واحدة ندور عليها ميز بهذا الشكل. غنكمل وغنستف الكويرات على غنستف الكويرات كلهم على الخليط اللي عندي ونتلاقاو. بالنسبة لباقي التزيين، خديت زيتون أسود درته في الوسط ودورت عليه المايز بهذا الشكل هذا. وبالنسبة للفراغات عمرتهم بالزيتون الأسود. غندخل الكيش للفران على درجة 180 حتى يطيب، تقريبا 45 دقيقة على حسب كل واحدة الفرن اللي عندها. الكيش بعد ما طاب هو هذا. كنتمنى الوصفة تعجبكم، وبالصحة والراحة.